هذا يسأل أيضا يقول نرجو نصيحة للنساء لأنهن يزاحمن الرجال، يزاحمن الرجال، هذا حرام المزاحمة إلا عند الضرورة، إذا كانت من غير قصد، الطريق ضيق وإلا من غير قصد ما يؤاخذ على هذا، لكن يتجنب الزحام مهما أمكن، وإذا لم يمكن فهو معذور، لكن عليه بغض البصر وعليه بالحذر من الفتنة، فإذا حصل زحمة بدون قصد فإنه لا حرج في ذلك، لأن هذا ما هو باختياره. نعم، أما أنه يروح للزحام ويقصد الزحام أو المرأة تقصد الزحام هذا لا يجوز، لأنه سبب للفتنة والعياذ بالله.